اليوم في هذه الوضعيه اللي تنعيشوها راه حنا مطالبين من اجل التضامن، المطالبين اللي كاينه تضامن فيما بيننا. اللي عنده واحد شويه الامكانيات ما فيها باس يدعم واحد، يعني كوتيزي واحد شويه اكثر، واللي في وضعيه اقل هو اللي خص اللي عنده اللي تكون لاكوتيزاسيون ديالو يعني في حدود دنيا. فهادشي كله تستحضر في هذا النقاش هذا، والحكومه كتتبع هذا الورش هذا، وهذا علاش كان الاجتماع اللي تراسه السيد رئيس الحكومه أول أمس، واللي الهدف منه هو كيفاش أنه يكون واحد الانخراط أقوى. كاين انخراط على مستوى التسجيلات، لكن يكون انخراط على مستوى الكوتيزاسيون. لأن شنو اللي كيوقع؟ الذي يقع الآن هو أن الناس تنخرط، لكن بما أنهم يعني ما ربما ما محتاجينش تيأجلوا شوية هذا، ولكن راه المنظومة كل هذه الحماية الاجتماعية علاش مبنية؟ كيف ما قال السيد رئيس الحكومة، مبنية على التضامن.